الصناعة دي، يعني لو جاز التعبير صناعة الأكاذيب أو صناعة الإشاعة، بيحصل إزاي؟ هو في الآخر زي ما الدكتور قال بالظبط، هي موضوع لجان، يعني هي لجان مش شكل عشوائي، يعني مش مجموعة كده مقعدينهم وخلاص شغالين، لا ده في هيكل ليهم وفي حد بيوجههم يقول لهم هنشتغل على كذا وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا، مش مجرد بتبقى بقى حسابات وهمية. في حسابات وهمية كده عاملة يعني فعلية، يعني تحس في اكيد الجواب الإلكتروني كان تويتر لما شال ملايين في مصر، شال يعني كان في ناس متابعين مثلا اتشابه على حساباتهم ملايين ملايين فيك فولورز. هي دي انا بنسمع انها حاجات بيبقى في مقابل بتشترى، وهاشتاج بيتصنع وبيشترى برضو والكلام ده، ومتابعين بالفلوس. فاحنا عندنا كمان في حاجه لاحظناها في الفتره الاخيره حابب اناوي عنها، اللي هي الصفحات النائمه، يعني في صفحه مثلا عاديه خالص مش سياسيه، يعني مثلا صفحه مثلا زي فيها فنيه وحاجات كوميكس بتحصل ومش عارفه ايه، برنت سكرينات مش عارف ايه، وفجاه تدخل في السياسه. صفحه دينيه ملهاش دعوه بالسياسه، صفحه رياضيه ملهاش دعوه بالسياسه، فجاه مثلا في حدث مثلا زي حدث مثلا بتاع القطر، او حدث مثلا زي بتاع اعدام الارهابيين اللي اختاروا النائب العام، تلاقيهم نزلوا كده بوست من اللي يشوف البوست ده تقول لك ده اللي نزل البوست ده اخوانجي، يعني نازل من زاويه اخوانجيه 100%. دي عباره عن صفحه بيبقى فيها تفاعل عالي، هم بيشتغلوا على انهم يقووا الصفحات ديت ويشغلوها، في حين ان هم الوقت اللي بيحتاجوها فيها بيستخدموها بقى صح، وبيبقى فيها تفاعل عالي. احنا انت عارف طبعا يا امير ان سميتها صفحات نائمه، صفحات نائمه، الصفحه شغاله ومتفاعله، بس نائمه مش معنى ان هي اخوان، يعني مش بنتقال ان هي اخوان، ما بيتقالش عليها ان هي اخوان خالص. هتلاقي الصفحات ديت يا امير انت عارف مثلا صفحات مثلا الاخبار التفاعل بتاعها بيبقى قليل، عشان فيسبوك بيحاول يقلل شويه الريتش بتاع النيوز والاخبار، وبيزود شويه الفريندز والحاجات الانترتينمنت، فهم بيخلوا الصفحات ديت في المجال الترفيهي عشان يبقى التفاعل فيها عالي، وفعلا بيبقى فيه التفاعل عالي، يعني اعلى مثلا تفاعل في مصر الصفحات ديت الترفيهيه، التفاعل اقل منه شويه حاجات الاخبار، فهم بياخدوه من الحته ديت ان هو يبقى التفاعل عالي، وبالاضافه انه بيخش لك كده زي السم في العسل، هو داخل لك صفحه هزار وبتاع، فجاه ينزل لك البوست دوت ياخد عينك بيه.